بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستجدات الموجودة على الساحة الرياضية عبر السوشيال ميديا والاستعداد لمباراة إنبي غدا في الدوري، وهي ثاني مباريات بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مع الفريق خلال الفترة القادمة. لكن قبل كل شيء، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والشعب المصري والأمة العربية بخير. النهاردة 6 أكتوبر، يوم النصر، يوم العزة، يوم الكرامة. كل سنة والجيش المصري جيشنا العظيم بخير يا رب بإذن الله. ودايما كده يوم 6 أكتوبر أو كل أيامنا على مدار السنة تكون يوم أيام عزة ونصر وكرامة، ودايما الشعب المصري والجيش المصري والقيادة السياسية بالتأكيد الكل رافع راسه لفوق احتفالا بالتأكيد بهذه الانتصارات العظيمة خلال السنوات السابقة. ودايما كل سنة بنحتفل بهذا اليوم العظيم، احتفال مش للشعب المصري فقط، احتفال للأمة العربية جميعها.